ثانية. فالنعرات والعنصريات أصبحت تسمعها يوميا، هذا صحراوي وهذا زواف وهذا مزابي وهذا شاوي وهذا شرقي وهذا غربي وغيرها. وحتى للأسف الشديد النخب الاقتصادية وقعت في هذا الفخ بعلم أو بجهل، نتمنى أنها انخرطت في ذلك المسعى بسوء نية بحسن نية. ولذلك عندما تجد صاحب المال وصاحب المصنع وصاحب التجارة يبيع سلعته ويبيع بضاعته لكل الجزائريين والجزائريات من أقصى الجنوب في عين قزام وبرج باجي المختار وبرج عمر دريس إلى أقصى الشمال في الجزائر العاصمة، يبيع بضاعته ويبيعها من أقصى الشرق بالطارف وتبسة وغيرها إلى تلمسان وتندوف وبشار. وعندما يساهم هذا رجل الأعمال في جهد وطني تضامني يقتصر جهده للأسف الشديد على ولايته أو على جهته، فهذا جزء من تكريس تمزيق النسيج المجتمعي وتفكيك الجبهة الداخلية، سواء تم عن قصد أو عن غير قصد، مع أن صاحب هذا الجهد هو مشكور، ولكن علينا أن ننبه لعله تم بحسن نية وليس بسوء نية. ثالثا، استهداف وحدة هذا الشعب من عدو يتمثل في نظام وظيفي متربص استعدى الجزائر عبر محطات متعددة في تاريخ الجزائر.